مرحبا. أغلب اللغات الحديثة هي عبارة عن inheritance inheritance inheritance. مصدر ديني؟ خلينا نشوف. كل شيء راح تعرفه هو عبارة عن object من class. هذا الكلاس يأخذ inheritance من class ثم class ثم class بكاتلن، ثم يصل بالنهاية إلى أني، وبلغات أخرى يصل الكلاس باسم آخر. طيب خلينا نشوف، مثلا عندنا val my name من string هو يساوي لنا، خلينا نكتب اسمي. سوري. طيب لو تجي الآن على string control click راح تشوف هذا string عبارة عن class ودي أورث من class. طيب هسه تقول لي يعني هذا شنو، شو اكو هنا اسمين؟ هذا نجي لاحقا، يعني احنا نورث نقدر فقط من كلاس واحد، لكن اكو فد امور حنتعلمها بالدروس القادمه ان شاء الله. المهم عندنا الان بلس هي داله فاليو او كونستانت اسمه لينث طول هذا النص، جيت ترجع لي حرف خلال هذا، وسبسيكونس كومبير تو. طيب هل احنا نقدر نستخدم الكلاسات اللي موجوده باللغه نورثها ونسوي من عندها كلاسات؟ بكثير من لغات برمجة هذا الأمر جدا طبيعي. أصلا نفرض أننا نريد نسوي لنا فد كلاس يورث من string، وهذا الكلاس خلينا نسميه custom string. راح أجي أقول له هذا الكلاس يورث من string. لغات برمجة كثيرة هذا الشيء طبيعي. أنت تريد مثلا تضيف الدالة تطبع هذا النص لنفرض 3 مرات. طيب ليش هذا الشيء ما يصير بكل الكلاسات بلغة كاتلن؟ يعني بلغة كاتلن حتى ترث من كلاس يجب أن يكون هذا الكلاس open، وكلاس string حاليا مو open. طيب ليش سووا هذا الشيء؟ يعني بكل بساطة كاتلن توفر لنا أداة أخرى أسهل. فبلغة كاتلن عندنا فشيء اسمه extension function. شنو يعني extension function؟ extension function لما تريد أنت تضيف function لكلاس موجود تسوي فد عملية معينة، وكأنما هذا الفانكشن داخل الكلاس. خليني أعطيكم شلون. راح أجي أكتب كلمة فانكشن، أقدر أعرف فانكشن اعتيادية، أكتب اسم الكلاس واللي هو string. أنا شنو الفكرة من أسوي inheritance؟ دا أطور هذا الكلاس. طيب إذا الكلاس هو غير قابل للتطوير أو مو open، شلون راح أطور؟ شلون راح أضيف له فانكشن؟ راح أقول string dot، راح أقول print triple. يعني هيدا طبعا 3 مرات. طيب اوكي الان ايش راح اسوي؟ راح اجي اسوي for، خلينا نقول i دولار ساين this. طبعا باي مكان انت this راح يمثل الاوبجكت الحالي، يعني السترنج الحالي اللي أنا دا أستدعي عليه هاي الدالة. خلينا شوية نتوقف نروح للبوست. هنا أنا بالبوست لو أجي أقول له this dot like count معناها زيد لي like count الخاصة بالأوبجكت الحالي. فهنا أنا دا أقول له اطبع لي this، إذا أنا دا أقول له اطبع لي السترنج الحالي. أقدر أخليها بهيج بشكل مباشر. طيب خل ارجعها لان انا اريد وراها سبيس. اوكي هسه لو تلاحظ اني هنا سترينج، خل اخلي كومنت على هذه. لو اجي اقول لها هسه my name dot print، ما عندي هيج شيء، بس هسه خليني اجي اشيل هذا الكومنت واكمله. لاحظ صارت كأنما عندي دالة جديدة موجودة داخل هذا الكلاس، وأنا بالحقيقة هي مو موجودة. راح أسوي run. أوكي هنا عندي error لأن هذا الكلاس ما أقدر أورث منه، أنا ما حذفته. delete. سوي run من جديد. برأيكم هذا تنفيذ لو واحد يقعد من النوم؟ طيب إذا الفكرة هي موضوع الإكستنشن فانكشن. إذا تريد تضيف فانكشن لكلاس أنت ما تقدر تورث من عنده، فتجي تكتب اسم الكلاس
دوت اسم الدالة مالتك، وتقدر توصل للايتم الحالي اللي هو كان هذا حاليا، من قلت له ذس يعني اطبع لي المحتوى الحالي وتعدل عليه. طيب لو نفرض الفانكشن الخاص او نفرض الكلاس الخاص بالامج بوست، انا هنا ما مسوي اوبن يعني مخاله غير قابل للوراثه، او شخص اخر مسويه وما تقدر توصل له وتريد تسوي له انت تعدل عليه او تضيف له فد فانكشن معين، فراح تجي تقدر تكتب image post dot print image link. هو ما بيه هيجي فانكشن بس انت تريد تضيف له هيجي فانكشن من عندك. طيب راح تجي هنا مثلا تقول له، طبعا انا اخلي برنت لان هي اسهل شيء ممكن، ما عندي يو اي واسوي لك فد اكشن بيها، راح اجي اقول له this يعني الاوبجكت الحالي اللي دي نستدعي عليه dot الايمج لينك اللي هي منين جايه، لو ادوس هسه كنترول كليك عليها وداني لمكانها. طيب اذا انا هنا ضفت فانكشن جديده، الكلاس هو مو اوبن هسه. طيب خلينا نجي نقول هذا البوست من ايمج بوست، راح اجي اقول له هذا ما احتاجه، فاجي اقول له بوست دوت print image link. شوف انا ما عندي هسه، بس دقيقه راح اسوي لك كومنت. المهم انا ما عندي داله اسمها print image link، سواء بكلاس انا مسوي او غير مسوي او موجود هو باللغه او موجود بمكتب انا راح استخدمه مستقبلا، راح اقدر اني اوصل او اضيف كانما فانكشن موجوده داخل هذا الكلاس حتى اتعامل وياه. هذه الفيتشر فيتشر كلش لطيفه بلغات البرمجه الحديثه، انا شخصيا استخدمها بكثره واغلب الديفلوبر يستخدمها بكثره حتى يسهلون شغلهم بشكل لطيف جدا، وانت ان شاء الله ايضا راح تستخدمها بكثره حتى بكورساتنا القادمه ان شاء الله نعتمد عليها. لا تنسى اكستنشن فانكشن لهنا انتهى هذا الفيديو، شكرا للمشاهده.